وقع مدير المعهد الفني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ونص البروتوكول على التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب والتأهيل العلمي للدارسين، وأعقب مراسم توقيع البروتوكول عقد مؤتمر لتناول رؤية ورسالة المعهد الفني للقوات المسلحة وأهدافه وتخصصاته المختلفة ومحاور تطوير عناصر العملية التعليمية من خلال عرض تقديمي يبرز مدى المساهمة الفعالة للمعهد بما يخدم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة.